معنا السيد حسن حمار رئيس وفاق سطيف لنتحدث عن ما حدث في المباراة النهائية، خسارة الوفاق لكأس الجمهورية، وأيضا ما حدث بعد المباراة من إجراءات وتنظيمات وترتيبات تحضير الموسم الجديد. السيد حسن حمار، مباشرة بعد نهاية كأس الجمهورية بقيت في العاصمة مع المدرب خير الدين ماضوي، لماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت الأخ سمير، وش نقول لك، حدث نظن باللي خسارة قاسية بزاف، ما كناش مداي لها حساب اللي الفريق ما يديش كأس الجمهورية. وأنا قلتها ونعود أخي، قلتها على المباشر بعد نهاية المقابلة، نظن باللي ما كان حتى واحد يتحمل المسؤولية. اللاعبين مشكورين، الطاقم الفني مشكور، الأنصار مشكورين، سلطات محلية كذلك مدوا يد العون وعاونوا وساعدوا، المتعاملين الاقتصاديين، نظن باللي حتى المسيرين اللي معايا ما يتحملوا حتى شيء، أنا نتحمل الخسارة هذه. نظن باللي قاسية بزاف الديفات هذه. واش دير، غادونا الأنصار بزاف، 25,000 مناصر، يعني من في الليل من 10 تاع الليل هما في النعيم وجدين وفرحانين. نظن الخطأ الكبير اللي درناه والخطأ الجسيم أنه لما تأهلنا مع مولودية الجزائر حطينا كأس الجمهورية صاي سيبا. نظن باللي خطأ كبير نتحمله، أنا ما يتحمله حتى إنسان، وش أحد الله غالب. نظن باللي هذه هي الألقاب، يعني والأرقام هذه محطوطة كما قلت لك سامية، محطوطة باش الناس يعني دباتي الكور هذو وتحطمهم، كما احنا قلنا نحطموا الرقم تاع شبيبة القبائل وانا لحقنا ال 26، كما احنا حطموا الرقم تاعنا انه في النهائيات وفاق سطيف ما ينهزمش. ندومونديو من الناس الكل باردون، وان شاء الله نظن باللي كاين واحد المثل احنا عندنا في سطيف يقول لك الضربه اللي تجيك ما تقتلكش تقويك. ان شاء الله يا ربي هذه تقوينا وتخلينا باش نحطوا رجلينا في الارض وما نتغروش بالنتائج، وان شاء الله ربي يوفقنا في الوجه الجاي القادم اللي نظن باللي يكون صعيب، لكن تزيدنا قوه وعزيمه باش ان شاء الله الانصار هذو ان شاء الله نفرحوهم اقرب وتتويجات اخرى ان شاء الله. قد نقول لي تحضير نهائي كاس الجمهورية 2017 كان سينونيم لتحضير نهائي كاس الكاف في 2009، فريق حضر المباراة النهائية وفريق الوفاق كان يحضر للتتويج فقط وبدون التحضير الفعلي للمباراة. صح، نظن باللي ما نقولكش باش ما نقصوش من قيمة المدربين والتحضير اللي داوه، لكن نظن باللي احنا في الأذهان تاعنا أكل سقسي المناصرين وكل حاطين باللي اللقب التاسع تاع كأس الجمهورية جاء، وهذا خطأ. وكنت خايف الله غالب، كنت خايف، وحتى في لي ديكلاراسيون تاعي أنا كنت دائما عندي عن تحفظ في الكأس. نظن باللي في المقابلة نظن باللي كاين عوامل كبيرة اللي بسمه، نظن باللي احنا والله كنا حاطين باللي نديوها، ضيف إلى عامل المناخ اللي أثر بنسبة كبيرة على اللاعبين تاعنا. وهنا جماعة يقولوا لك باللي هاي لا ميم شوز السيارة بهم لعبوا في الإمام كريمة، نظن باللي احنا الناس اللي عايشين في الهضاب العليا ماشي كيما هما. الانسان اللي موالف بالتحضير في جو كيما هذا كل طو دي ميديتي طالع بزاف، ماشي كيما واحد يجي من ليو بلاطو ويروح لثم. نظن باللي اللاعبين تخنقوا ما قدروش، ضيف الى ذلك ارضيه الميدان اللي نظن باللي اثرت وعاقت اللاعبين، لانه ما يخفاش عليك ما تدربناش في الكازون. قد يكون هذا اكبر خطا الغاء تربو سيدي موسى. نظن انا قلت لك من الاشياء، ضف الى ذلك هي المقابله مبروك عليهم شباب الوزبه اللي كانت اخطاء فادحه تاع التحكيم. انا نقدر نقول لك حتى الهدف نعاودو عاون بيني روتو اطاشي دوجو روتو دوجو، حتى الاخطاء عندهم ضرب الجزاء شباب الوزداد. صح، احنا عندنا ضرب الجزاء، نظن باللي امور هذه لازم بصح ما ينقش من قيمتنا عن شباب الوزداد، لانه كي تشوف المقابله احنا اللاعبين تاعنا كانوا خارج الاطار كليا ما عدا ثلاثه ولا اربع لاعبين اللي يوزمون، يعني ثلاثه ولا اربع لاعبين وخطا، يعني فودينا طونسيون، يعني اللاعب كان نيتو باش ما يخليش يدير لين دو مع الجواه الاخر يوزمون، قدر الله ما شاء فعل. اللاعبين مشكورين، الطاقم الفني الانصار
هذا ما نقدر نقوله. على ذكر الأنصار يعني كما نقولوا موقف كبير ومشرف، يعني أكبر شيء شرف الفريق هو الطريقة اللي سبقوا بها مباشرة بعد صافرة الحكم النهائية، وهذه حالة نادرة في كرة القدم الجزائرية. شوف نقول لك حاجة، أنا قلت لك أنا كنت مع المسؤولين تاع الدولة الجزائرية اللي نحييهم بالمناسبة، نظن باللي كيشافوا موقف ديجا الأولى كيشافوا الأنصار تاعنا يغنيوا في النشيد الوطني وحدة، لأنه دابيتيد في الملاعب كاين الصفار وكل شيء، النشيد الوطني غناوه 25000 بلا ما نسمع. نهضر لك على الأنصار تاع وفاق سيف كامل، ديجا هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية يعني ما شفتش لي بوتاي ولا نطاشو في الملعب اثنين. ثالث حاجة الخسارة ونهائي وتشوف الأنصار يصفقوا وكل شيء، وحتى صفقوا على شباب الوزداد. نظن بالمسؤولين تاع الدولة الجزائرية شافوا باللي كاين حضارة صح عند الأنصار تاعنا، عرفوا باللي الأنصار هذو لازم لهم التقدير والاحترام، ولازم لهم نظن باللي مكاسب كبيرة. نظن باللي الوفاق من أسباب النجاح تاعو كاين عوامل كثيرة اللي خلات الوفاق ينجح في المسيرة تاعو، من بينها من بين هذه الأسباب الأنصار والأسلوب الحضاري اللي خشوا به. نظر العالمية نقولها بالفمول منها إن شاء الله. شفنا بعد نهاية المقابلة في التصريح الوحيد اللي درته كنت تأخرت بالأنصار، قلت لا تمنيت كون خسرنا نصف نهائي ما نخسروش نهائي، رغم العائدات الماليه للمباراه النهائيه لفريق وفاق سطيف بتواجده في المباراه النهائيه تقريبا كانت عنده عائدات هديه رئاسه الجمهوريه حوالي 5 مليارات بلا ما نساو الشركه الراعيه اللي عطت مليار اضافي، يعني رغم ذلك لا. شوف انا تمنيت قلت انا كون متلي ما لحقناش لا فينال، لا ماشي قضيه من الناحيه الماليه، لان كي تدي تيطه المال من بعد يهون قدام اللقب يبقى، لانه الاموال يجي وتروح، بصح اللقب هذا يقعد ويقعد في خزين. تاكي جبت 2010 و2012 و68 و60 هذو قعدوا، هذو التاريخ ما يقدرش يتفاصل، المال يجي ويروح. انا على هذا قلت انا كنت ليمينينا الدومي فينال، لانه احنا في العادات تاعنا ما نخسروش في الفينال، هذه هي اللي قاس لينا وتاثرت بها. هذا ما كان يعني. الان نرجع في السؤال الاول، البقاء في العاصمه مباشره بعد المباراه، نقدر نقولوا في الليله هذيك في اجتماع بينك وبين المدرب الماضي بدا الموسم الجديد. بطبيعة الحال نظن باللي وفاق سطيف ماهوش فريق كبير والحق العالمية ما يتأثرش بمقابلة، صح تأثرنا بها قعدنا يعني لحد الساعة مأثر بها، بصح باش نقعد ونبكي على الأطلال ونخليه الوقت ما يخفاش عليك. الشامبيونات تبدا لو 26 اوت، لي ديلي سينياتور يخلصوا لو 31 جوي، دونك الانسان نقعد نبكي ونخبيو في الديار وكل شيء، والموسم والمناصر هذا ما عندوش الحق يبكي اليوم، بس يفرح ان شاء الله، يفرح ان شاء الله في بدايه الموسم باذن الله يفرح. دونك اونيتي اوبليجي، الواحد التجربه اللي كسبناها من التسيير تاع نادي وفاق سطيف خلاتنا قعدت انا عز الدين عرب السنساوي كان مريض، ونتمنى له ان شاء الله بالمناسبة الشفاء العاجل، بلا ما ننسى الأنصار الثلاثة اللي توفاو مساكن تمنتيات، يعني إجلال وتقدير لهم، نتمنى إن شاء الله ربي يتغمدهم برحمة الواسعة، نقولوا هذا مكتوب ربي إن الله وإنا إليه راجعون، وقلناها قبل قلنا احنا كفانا دموعا، فإذا بها الله غالب إن شاء الله يوم الاثنين نكتب الله نروحوا لهم باش نعزيو العائلة تاعهم لتيارت. فيما يخص اسمو قعدنا المدرب قعدت قلت له تقعد، كان هو مروح عز الدين عرب نفس الشيء، قلت لهم انا نقعد مروح، يعني نفهموها مروح من العاصمة لسطيف ماشي مروح رايح كما لا 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 لا, لا, لا هذيك دوك نجاوبكم، مروح باش يجي يروح للبيت تاعو للاهل تاعو. قلت له انا لازم نقعدوا، قعدنا في اسمو في لا شومبر، قعدنا في ثلاثة تكلمنا على كل كبيرة وصغيرة، لازم واحد المؤمن الفاطن والكيس لازم يعرف ويستوعب الدروس من الأخطاء تاع الماضي. نظن باللي الأخطاء اللي تعبلوا لازم نكتفي فيهم، درنا اللاعبين اللي هو يحتاجهم، لأنه كان عنده اقتراحات وكانت عندي أنا اقتراحات تاع لاعبين، تفاهمت قلت له هم اللاعبين اللي مقترحين عليا، اللاعبين اللي مقترحين عليك. نظن باللي درنا كل الامور، بدليل انه اليوم مضى سيدهم
ان شاء الله غدوه il va y avoir entre Tahoua et 4 joueurs بما فيهم كنيش اللي ان شاء الله غدوه يجي هو المناجر تاعو لسطيف فيه زوج مهاجمين باذن الله واحد ولا اثنين اللي جامي يلعبوا في نادي وفاق سي باش هكذا نسكر البيبان الاقاويل القيل والقال تاع الناس فيها مدافع لا ما نسميش انا باش ما لانه كل واحد عنده عائله وعنده اسم وكل شيء ما نتكلمش انا غدوه ان شاء الله يكونوا لهنا ان شاء الله فيها ثاني لاعب اخر يلعب وسط ميدان ومهاجم ثاني ان شاء الله بيتات دوما ولا ابريد ما يجي مع لحد الساعه ما قدرتش مي سي بون ثاني باش يمضي كل شيء بالاضافه للاعبين اللي الطاقم الفني من فئه ليكيب ريزيرف اللي هما سعد عثماني بربيش بالاضافه الى عطو سعد وسعدي مالغري كو مازالوا في لي زيسبوار مي اللي رايحين يدربوا مع الفريق الاول ممكن بوداما كذلك ممكن حتى ولو سمو نظن بلي الطاقم الفني لانه اللوائح تاع الاتحاد الجزائري يقول لك بلي 27 ليسونس 27 لاعب حنا رايحين ثاني نبويزيو من الخزان تاعنا تاع لي جون تاعنا وان شاء الله لانه الاستحقاقات القادمه كبيره بزاف كاين رابطه ابطال افريقيا كاس السوبر الجزائري البطوله الجزائريه كاس الجمهوريه والكأس العربية اللي بصفة رسمية كلمني رئيس الرابطة الوطنية المحترفة سي محفوظ قهباج البارح افونتيير بالخميس وين يكون وفاق سطيف وكل شيء لأنه اللوائح تاع الاتحاد العربي تقول لو شامبيون اي لو ديتونتيير دو لا كوب دالجيري ان شاء الله يكونوا دونك لازم لك اللاعبين فيما يخص التحضير حنا ديجا اون ابري نو دوفوا مع اون اجونس باش طالب من مدرب يكون التحضير مباشرة بالمغرب الشقيق من يوم 25 حتى اليوم 16 تكون 10 ايام ان شاء الله في افران المغربية من الجانب البدني التحضير و10 ايام نهبطوا لكازا باش يديروا ثم من 3 لـ4 مقابلات بطلب تاعو ثم وديه يجيو هنا نجيو نخشوا للجزائر باش نديروا ثم يومين ولا 3 ايام يعطي لهم راحه ومن بعد يخشوا للتحضير تاع البطوله الجزائريه الجوله الاولى ان شاء الله اللي تكون يوم اعتمادكم على عنصر فريق الرديف في الفريق الاول هل مرضوا للازمه الماليه يعني اللي عرفها الفريق في سنه في موسم 2016 2017 والرغبه في تخفيض كتله الاجور الشهريه مقارنه بالموسم المنقضي؟ شوف الاخ سمير ماهيش قضيه ظن بلي الازمه الاقتصاديه هي ازمه عالميه ماشي في نادي وفاق سطيف ولا كل النوادي بدليل انه حكم النوادي اليوم حاكمينهم الشركات عندهم 14 و 15 احنا ما كانش هذه يعني بنعطيها لكم ونقول لكم وعندنا بالوثائق نقول لكم بخطاش احنا لو ما كانتش يعني البطوله هذيك اللي زادت شهرين وكل شيء نظن باللي كان الامور هي اموا ولا دو موا ماكسيموم يسالك لاعب ولا باسكو داو دو موا قبل النهائي اللاعبين هذو اللي طلعناهم ماشي قال باش نديروا باك نعمروا بهم الفريق عندهم امكانيات وعاد كيما عطوا لاعب دولي مطلوب حتى دوك نقول لك اليوم كانوا عندي دي جماعه دي مناجا وين حابينهم يديهم دي زيكيب ساعد بربيش سعيدي عثماني يعني بوتو دير بلي سي دي جوا اللي عندهم امكانيات ويقدروا يروحوا بعيد في الفريق هذو دونك فيما يخص يعني لما صلاريال نظن باللي لما صلاريال راني نقول لك حاجه الناس الفوكاليز بوكو بليس على لونطات لانه كي تشوف انا عندي انا المعطيات لو ماشي هذا النوادي هذو الله يسهل على كل واحد ولا بوليتيك تاعو مي انا على بالي باللي لا بوليتيك تاع لي كلوب ميزيني وثاني دي سون كولوسال ام الناس باك تخبي كل شيء
احنا ما نخبيوش على ذكر اللي ما تخبيوش ديما ارقامكم صريحه قبل الجمعيه العامه كنتوا درتوا الشطر الاول من الموسم لغايه 31 ديسمبر 2016 صرفتوا 13 مليار في النصف الاول. شحال زاد فريق الفاق سطيف صرف النصف الثاني يعني تكلفه الموسم اللي توج فيه بالبطوله ووصل فيه؟ والله شوف نقول لك حاجه شوف ما عنديش غير باش ما نكذبوش وما نمدوش لازم كي نمدوا معلومه نمدوها صحيحه باش ما نغلطوش يلعب، لكن نظن باللي واحد زيد واحد 27 مليار ولا واحد 30 مليار هكذاك. المهم نظن يعني باللي مصاريف الموسم تكون حوالي 43 مليار تكون 40 هكذاك بريباري 40 نظن في هذا شنو وين كان ماهوش بالتدقيقه باش بيتاتا يكون اقل بيتاتا يكون اكثر ولا باش الانسان ما في العهد الاولمبي يعني في الجمعيه الانتخابيه كنت تعهدت بالحاجه الاولى وفاق سطيف يعود للمنافسه الافريقيه في 2018 تحققت. الحاجه الثانيه عندك 5 القاب حق في العهد الى غايه 2020 حققت منهم واحد. في الموسم الجديد راح تلعب على 5 جبهات. بالامس كان عندي حديث جانبي معك قلت لي بربي ان شاء الله كشت موقف الانصار لازمني نجيب لهم 2 القاب في الموسم الجديد، وشنو هي الاهداف اللي راح يلعب لها وفاق سطيف من الجبهات الخمسه واللي اكثر تركيز عليها؟ والله شوف ما خبيش عليك انا نقولها ونعاودها، عندي هكذا من وجهه نظر تاعي من بعد كاين طاقم فني للناس اسمه نظن باللي نلعبوا على كاس السوبر نلعبوا على بطاقه ابطال افريقيا نروحوا لاقصى حد كبير ان شاء الله. الهدف الاول نروحوا لدور المجموعات باذن الله، البطوله يكونوا في البوديوم، كاس الجمهوريه بطبيعه الحال، كاس الجمهوريه نلعبوا وين وصلوا مكتوب ربي وقت لحقنا لحقنا. نظن باللي نلعبوا على جميع الجبهات بربي ان شاء الله باك ربي يوفقنا وان شاء الله وليد في الليد باش نظن باللي لو يعني تولي لي انا نجيب 5 القاب وقليل على سطيف. كون تولي لي انا 5 القاب ان شاء الله نخلصها العام الجاي. نديهم في 5 باش هكذا نوليو ديباسي. كنا على باب دوزيام تيتر ما كتبش الله، ان شاء الله نسعوا بالتوفيق تاع ربي وبالدعم تاع الجميع ان شاء الله، ان شاء الله نلحقوا للمبتغى تاعنا ان شاء الله. على خير الدين مضوي الناس تقول خير الدين مضوي ويحون الناس الله يهدي من خلق بركة. نظن باللي المناصرين الحقيقيين اللي شفناهم في سان جوي نظن الواحد ما يقدر لا انا لا واحد اخر نعطيه الصوره وعلى المناصر تاع الوفاق. المناصر انا شفناها في 5 جويليه قاصه كلش البيت خارج الدار الفواياج لي ريسك تاع الطريق كل شيء قشوا السخانه الامور كامله الواوها من اجل الفريق تاع الوفاق. دونك فيما يخص خير الدين المضوي انا نقولها ونعاودها، خير الدين المضوي باقي في نادي وفاق سطيف، سنية العقد تاعه باربع سنوات، هو اللي دار القائمه تاع اللاعبين اللي في حاله ما يكونوا يروحوا اللاعبين اللي مستقدمين كلش داروا وخير. ومام ملك زرقان كان معايا البارح واليوم وحضر في التوقيع تاع اللاعب وغدوه ان شاء الله يكون. دونك الناس اللي تقول خير الدين المضوي رايح من وفاق سطيف ونقول لهم غير ما تتعبوش انفسكم او قاعد في نادي وفاق سطيف رايح فاكونس ويجي ان شاء الله. الطاقم الفني يبقى كما الرباعي ممكن يكون فيه تغيير نقدروا نعرفوه ان شاء الله، ما نقدرش نعطيكم ذوك اسمه لكن يكون ان شاء الله. ممكن عوده مرواني كمساعد؟ هو المساعد شوف باش نكونوا صراحه باش كل واحد العمل تاعو، مضوي مدرب رئيسي زرقان مساعد مدرب، هذه ما فيها لا نقاش ولا جدال، ما فيها لا مساعد ثاني لا موسم. حنا نقولوا الازمه الاقتصاديه الماليه ونقولوا هكذا فو با فيغ دي فولي في لا جيستيون، يقدر يكون ان شونجمون في كالكو بوست ان شاء الله من الاثنين ولا اني نعيط لكم ونقول لكم ما تحياش راسكم ونقول لك وين يكون ان شاء الله. ممكن لكن يقدر ما يكونش شايف لما يكون ان شاء الله. كلمتك الاخيره؟ والله الكلمه الاخيره نوجهها للسلطات المحليه مشكورين بزاف ويسمحونا كما جبناش ثاني اللقب الثاني الدوبلي هذا السنه
رسالة تاعي الأنصار تاعنا اللي نقول لهم يعطيكم الصحة، الله غالب سمحونا ما كتبش ربي ما قدرناش نجيبوها، وما كان حتى إنسان واحد ما هو مسؤول، أنا اللي مسؤول، أنا نقولها ونعاودها، أنا اللي مسؤول. حاجة أخرى ثاني الصحفيين نقول لكم مشكورين، العام حتى والناس اللي ظلوا يكريتيكيو فينا بالباطل نقول لهم ما عليهاش، المسامح كاين بيناتنا، إن شاء الله ربي يوفقنا ونقدموا الإضافة لنادي وفاق سليف. كاينه نقطة برك لأنه الناس كثرت القيل والقال واللاعبين وسبع أشهر وتسع أشهر ننفيها نفيا قاطعا، واللي يحب يجي يتأكد الوثائق كاينة ويشوف الوثائق. عندنا مشاكل مالية ما نكذبوش، عندنا لاعبين كاين اللي مازال يشارك شهرين وثلاثة كيداو اسمه، بصح باش سبعة وتسعة وستة وخمسة ما كانش وراء في وفاق سليف. هذا ونتحدى أي إنسان يقول شيء هذا نتحداه. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أنه تم تغيير تردد قناة الهداف إلى التردد التالي: القمر نايل سات.